دلوقتي فمعانا خبر حلو جدا عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج سيدة اسمها فريال. فريال هي ست بسيطة جدا، كتبت عنها صحفية اسمها مها طايع، وكتبت عن حالتها وقصتها كمان مع أسرتها، اللي هي يعني تعتبر كده قصة كلها كفاح وتضحية، وبتفضل إخواتها أو الناس اللي حواليها على نفسها. ده حقيقي، هي الست فريال ضحت بحياتها كلها، ربت إخواتها، جوزتهم، وهي ست غلبانة جدا لدرجة إن هي في الآخر نسيت نفسها وانتهى بيها الحال إنها تعيش وحيدة خالص وبتبيع خردوات على فرشة بسيطة في وسط البلد. مظبوط كده. كمان بعد ما كتبت عنها الصحفية مها طايع وعن حالتها الصحية ومناشدتها لرئيس عبد الفتاح السيسي، على الفعل أمر بنقلها لمستشفى دار الشفاء بالعباسية عشان تتلقى العلاج اللازم ليها، وكان بالفعل في استجابة سريعة جدا. يعني بحس كده دايما أنه ربنا بيجعل أسباب عشان حد تعب طول حياته أو حد طول الوقت كان بيفكر في الناس اللي حواليه، فربنا بيرزقه كده باللي يساعد وقت ما يكون محتاج. وانا عايزه افرحك واقولك ان مش بس كده، فريق التدخل السريع في وزاره التضامن الاجتماعي انتقل لبيتها في منطقه وسط البلد وجابوا لها اساس واهتموا بحالتها الاجتماعيه وفي البيت علشان تعيش حياة كريمة وحياة أحلى من اللي كانت بتعيشها قبل كده، في حاجة تبسط جدا جدا وتفرح و حاجه تفرح. بس مش حقيقي مش قادره اقول حاجة كمان. اللي بسطني اكتر في الموضوع دور الصحافة أو دور الإعلام، دايما كده ممكن ناس كتير ما تبقاش فاهمة هو الصحفي ده بيعمل إيه، هل هو طول النهار بيلف بس في الشوارع ويقعد يلقط خبر من هنا ويكتب عن هنا، ولا فعلا في دور إيجابي زي اللي عملته مها طايع مع السيدة، إن هي نشرت قصتها ونشدت الرئيس وبالفعل حصل استجابة ومساعدة للناس.